لماذا هذا القرار؟ ليه؟ طبعا في المقدمة ذكرت أستاذ عمر بأن اليوم الأمن المواطن الروسي أصبح أولوية من أولويات السياسة الخارجية والداخلية للقيادة الروسية. هذا القرار أتى أولا لكي يتم تحفيز السلطات المصرية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تطبق معايير الأمن في مطارات، المعايير الدولية في المطارات، وهي فرصة أخرى أيضا للهيئات الروسية، أخص بالذكر وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، لكي يقوموا بدراسة موسعة ودقيقة لعملية تحليق الطيران، في عملية استقبال الراكب أو نسمي المواطن من وإلى. يعني يجب السلطات الروسية تود أن تعلم من اللحظة الأولى ومن الثانية الأولى عندما يغادر المواطن الروسي موسكو إلى القاهرة أو شرم الشيخ إلى أي مدينة في مصر والعكس، ما هي الخطوات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية. وما زاد الطين بلة هو بعض التقارير التي وزعتها أو يمكن أن نقول سربتها بعض المحطات الإعلامية المحبة بين قوسين لمصر لضرب أو لتعميق الضربة القوية التي يتلقاها اليوم الاقتصاد المصري. ولكن أود أن أؤكد بأن هذه الإجراءات هي إجراءات زمنية مؤقتة طبعا، ممكن أن تستمر عدد من الأشهر، ممكن إلى نهاية هذا العام، ولكن في هذا الوقت يجب أن نعمل وكأن الحظر سوف يستمر أكثر من الأشهر. ما أقصد قوله يجب أن يكون هنالك عمل جدي، ويجب أن يكون هنالك عملية إعادة هيكلة أمن المطارات في مصر العربية. طيب، يعني أنتم تقولون بأنه يعني غرضكم من هذا القرار تحفيز السلطات المصرية على تشديد وتنبيه السلطات الروسية أيضا المختصة حول هذه النقطة. طيب، وهذا الأمر لن ينطبق فقط على مصر. الكارثة، المأساة التي حصلت مع طائرة الأيروبوس فوق الأراضي المصرية جعلت السلطات المختصة الروسية في مجال النقل وخاصة النقل الجوي أن تراجع كل الخطوط التي تنطلق من موسكو وإلى موسكو في جميع يعني أنحاء العالم. أفهم من ذلك يعني في مناطق ساخنة كثيرة يا دكتور زياد، يعني مثلا شوف اللي حصل امبارح في بيروت، شوف اللي بيحصل كل يوم في دمشق، شوف اللي بيحصل في أي مكان في العالم في بغداد. هل الإجراءات دي اللي أنتم اتخذتموها مع السلطات المصرية تتخذوها مع سلطات أخرى؟ نحن في بلدان أخرى؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا تتكرر هذه المأساة التي حصلت فوق أجواء مصر في دول أخرى، لكي لا نضطر إلى إيقاف النقل الجوي، الرحلات الجوية. ولكن اليوم هتعيشوا في عزلة كده. اليوم من اليوم حتى بل ليس من اليوم، من أسبوع، اللجنة المكلفة من وزارة النقل وهيئة الطيران المدنية تراجع كل الاتفاقيات ما بين الأيروفلوت أو ما بين الهيئات الجوية الروسية مع جمعية الهيئات حتى بما فيها دول أوروبية ودول آسيوية.